قبل انطلاق بطولة الأمم الآسيوية بكرة القدم التي تجري الآن في الإمارات، كان منتخبنا يجهز نفسه لنتيجة تسعد الجماهير الرياضية العراقية التي تعشق كرة القدم، وربما جميع العراقيين بلا استثناء يشجع ويتابع بشغف أسود الرافدين هذا المنتخب الذي وحد العراقيين في أصعب الظروف قبل سنوات عندما توج بطلاً لكأس آسيا. وعندما غادر منتخبنا الوطني البطولة الآسيوية من الدور الثاني على يد منتخب قطر، ظهرت بعد الخسارة مجموعة من علامات الاستفهام، رغم صعود المنتخب إلى دور 16 بدون خسارة من فوزين على فيتنام واليمن وتعادل سلبي مع إيران. ومن أبرز العلامات التي رافقت منتخبنا كثرة الإصابات قبل وفي أثناء البطولة حتى وصلت إلى 7 إصابات، إضافة إلى ضعف اللياقة البدنية خصوصاً في المباراة الأخيرة. أيضاً عدم الاستقرار من قبل مدرب المنتخب كاتانيتش على تشكيل ثابت في جميع المباريات. كل هذه التراكمات وغيرها من الأخطاء في البطولة وقبلها يضاف إلى الأداء المتخبط لاتحاد كرة القدم، وهي أسباب حقيقية ضيعت على جماهيرنا فرصة الاحتفال بوصول أسود الرافدين إلى منصات التتويج مرة أخرى. Thank you.